أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم، مع هذا التحدي المثير، مع هذا الانطلاق الرائع، مع هذا الاندفاع المتميز. شوطنا الخامس عشر وهو شوط خاص بالحجائج الابكار لفئة الانتاج والمنتجين. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرهني شديدة من قادة المجموعة سلطان بن محمد بن سيف العرياني، من يتابع انطلاقة شديدة مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني حربة لراشد بن مهير بن علي بن قرم الاكتبي، ملقوم الاكتبي، من يتابع انطلاقة حربة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع وبرة لسعيد بن خليفة بن سالمين الحميري، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر نتابع الشبلة، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات لمحمد بن عتيج بالعرطي الحميري. ومع المركز الخامس القدوم من عدن لسالم بن راشد بن غدير الاكتبي. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني طرب ويريو بن سعيد بن غانم المنصوري متابعا لانطلاق الطرب. سابع التحديات بروق لمحمد بن حمد بن مصرح الاحبابي. نتابع المركز الثامن وأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مع المركز الثامن خيال للسعد بن طالب الشريم الفهيدة المري. ومع المركز التاسع، المركز التاسع قنايم فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي متابعا لانطلاقة وتحديات ايضا وبتحديات في هذا الصباح الجميل. ومع المركز العاشر، المركز العاشر نتابع وصايف لسلطان بن حميد بن سيف بن بدر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة. نتابع 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 التحديات من شديدة للسلطان بن محمد بن سيف العرياني، من ينطلق منذ البداية بناموسي هذا الشوط. نتابع نتابع التحديات في هذه اللحظات والهجوم، الهجوم مع المركز الثاني. نتابع الشملة، نتابع الشملة لمحمد بن عتيج بن عرطي الحميري، من يتابع انطلاقة الشملة مع المركز الثاني. وبرة تنطلق مع المركز الثالث لسعيد بن خليفة بن سالمين الحميري، والقدوم من أبعاد بالشعار مكتوم بالشيبة السبوسي. ومع المركز الخامس، المركز الخامس خيال لسعد بن طالب بن شريم، ومن الجانب الآخر أيضا طرب ليريو بن سعيد بن غانم المنصوري، والتسلل لحربة لراشد بن مهير بن علي بالقوم الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع مقدمة هذا الشوط. شديدة شديدة على رأس الحربة يا الرشوط منذ البداية، منذ البداية ما شاء الله تبارك الله. التحديات، التحديات مثيرة شديدة على الصدارة بسلطان بن محمد بن سيف العري يعني، والتقدم، التقدم من أبعاد مكتوم بالشيبة السبوسي. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر النصيب وعبيد بن رملي بن محمد العامري، من الجانب الآخر أرهناك غنايم لفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، ما شاء الله تبارك الله التغييرات مستمرة. وأرى شعار مكتوم بالشيبة السبوسي انطلق على المقدمة، انطلق مع الصدارة، مع أبعاد، مع أبعاد، ولكن من الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله غنايم، غنايم فاجأت الجميع في اللحظات الأخيرة، غنايم غنايم. وأردت تسلل أيضا من نجود وسالم بن قشام بسعيد المحرمي، ولكن غنايم، غنايم على الصدارة. تهاني للفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، سلام العين سلام. المركز الثاني تأتي في نجود لسالم بن قشام بسعيد المحرمي. المركز الثالث، المركز الثالث سيوف لسالم بن سعيد بن منانة. المركز الرابع التحديات لأبعاد المكتوم بالشيبة السبوسي. ومع المركز الخامس النصيبة العبيد بن رملي بن محمد العامري يصل مع المركز الخامس. هذه
نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع التوقيت الزمني ومع غنايم اللي تزعت ناموس هذا الشوط. تهانينا لفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، وسلام العين سلام سعدتوا صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدمه غنايم. 4:34 تسعى الزامنة الثانية. تهانينا لفالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي على فوز غنايم بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني نجود تاتي بتوقيت زمني مقدار 4:35 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن قشام بن سعيد المحرمي، واللي وصلت مع المركز الثالث سيوف تاتي بتوقيت زمني مقدار 4:35 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للمتحدي سالم بن سعيد بن منانه.